رجعنا نعمل مع اللاعبين ولاحظنا طبعا انه بعد التوقف يحتاجون بعض العوده الى بعض التمارين والعمل الاضافي على بعض الامور الفنيه، وهذه طبعا كانت فرصه اليوم تجهيزهم للبطوله. اليوم لعبنا من اول مباراه بعد العوده، والهدف من التقسيم اليوم ان نبدا ندخل في جو البطوله، ندخل في جو المباريات، وهذه كانت فرصه مناسبه لنا اليوم ان نقف على مستواهم فنيا وبدنيا. We had a short period of preparation, but we did a lot of work before holiday. They also worked back home. They had the individual programs. And we have our build up here, so they should be ready to play in a physical way, but also in a mental way. It's good to play real games.